عادل، عادل احنا اتفقنا الحقيقة ان احنا نعمل يوم عندنا هنا نستضيف فيه صحبتنا، يعني عشان نقعد مع بعض ويبقى يوم للستات فقط. يوم ايه للستات فقط؟ انتوا مش كفاية عندكم المترو بتاع الانفاق ده بقى متخصص فيه عربية للستات فقط؟ انتوا عايزين تتسلوا بقى، انا ممكن افكر لكم في حاجة تبقى مفيدة، ممكن اقول لكم على افكاري يعني. اي حبيبتي، اي انا رانيا. ايوه يا بنتي، يوم الجمعه زي ما اتفقنا خلاص. زي ما اتفقنا. لا لا لا، كلميها انت قولي لها. لا لا، اوعي تجيبي جوزك معاكي. لا لا يا بنتي، ده احنا ما هنصدق نريح منه. ايوه حرام عليكي. اوكي طيب يا قلبي، باي باي. ليلى بتسلم عليكم وبتبوسك من هنا ومن هنا. مش عايزه ابوسها ومش عايزه اسلم عليها. بقول لكم ايه، انا بيتي يا اخوانا، ما ينفعش اسيب بيتي، وبعدين ده يوم الجمعه، يوم الراحه بتاعتي، يوم الجمعه يا عالم. ادي ده ايه يا عاد، انت ليه مكبر الموضوع بالمنظر ده؟ هو اولا احنا وي هاف تو هاف فن، اند ذس از اور رايت تو هاف فن. يس اوف كورس مامي، قصدها انه الترفيه مثل الماء والهواء. يعني انتوا بتدوروا على الميه وعلى الهواء؟ الميه افتحوا الحنفيه هتنزل لكم ميه سخنه وميه ساقعه. عايزين هواء افتحوا الشباك هيجيب لكم هواء بزعابيب بتربى كله. لو النبي عادل بلاش حكايه الشباك دي، الله يخليك. يا غيرانانا، اصلي في متسنفتيك ورقه ويجنت تزقنن كده طول النهار والليل، يقعد يعكسني. يا ولية اختشي اختشي يا قرشانه، حرام عليكي، ده عيل صغير عنده 7 سنين بيروح مع ياسمين الصبح وبيركب معاها الباص من قدام الباب. اوه بصوا بقى يا جماعه، يا جماعه بصراحه انا مش هقدر اسيب بيتي ده، انا بيتي ده اللي تعبت فيه وبنيته طوبه طوبه واسمنتايه اسمنتايه، في النهايه عايزين تسيبوني البيت وتلموا صاحباتكم وتقعدوا فيه؟ مفيش صاحبات ومفيش ستات هيقعدوا في البيت ده ابدا. اتفضلي يا شيرين، نورتي. بقولك ايه، هو انتوا ما عندكوش حاجه ساعه بتقدموها جنب الاكل مثلا ولا حاجه؟ عادل انت مش ملاحظ ان الناس قاعده بقالها كتير؟ يلا اتفضل لو سمحت، اطلع يلا اخرج. حاضر حاضر، ما انا هاخد. نورتوا يا جماعه، نورتوا. سالي نورتي يا سالي. قولي لي يا سالي، بقولك ايه، هو جوزك اللي هو التالت ده طلقك امتى يا بنتي؟ هو مش جوزك ده اصلا اللي كان متجوز لبنى؟ لا، اللي كان متجوز لبنى ده طليق التاني، التالت بقى كان متجوز نجوى. يا شيخه، طب والوحش ده طلقك ليه؟ تخيلي الراجل الناقص بيقول عليا ان انا مهووسه وببصبص لجوازات اصحاباتي، ده الراجل اتهمني في انور جوز شيرين. تخيلي يا شيرين. طب يا رانيا، انا مضطره ان انا امشي دلوقتي حالا، مش سايبه انور لوحده في البيت. يا شيخه نورتي يا حبيبتي، معلش بقى الظروف. سلمي على انور قوي قوي، سلمي عليه ان شاء الله. باي باي. دودي، ازيك يا دودي؟ عامل ايه؟ وحشتني قوي. الله يسلمك، انت عامله ايه؟ الحمد لله. انت يا اخبارك؟ والله مش خالص. ايه يا دودي؟ يا دودي يا حبيب قلبي. قوم يا بابا، قوم يا بابا. اهلا وسهلا يا حبيبتي. تعالي حبيبي، عندك مواعيد كتير النهارده. يلا يا عمي، يلا حبيبي، يلا يا ماما. طيب اتكل على الله. تحب ارجع الساعه كام؟ عايزه ايه يا ياسمين؟ بابا، ماما عايزه اتصل باصحابي يجوا لي. يا حبيبتي طبعا، طلعه اجتماعيه زي الحمد لله يا رب. يلا يا بابا. اعمل ايه؟ ارجع الساعه كام؟ ايه يا عادل، في ايه؟ وانت هتاخد اذن عشان ترجع بيتك يا حبيبي؟ مش ممكن. ايه يا بنتي انت بقى؟ اقول لك ارجع الساعه 10. بنتي بقى مش تاخد وقت ثاني. 10 وحته. لا انت بقى بتيجي. ما ترجعش خالص. اقول لك عادل، بتروح تقعد مع ما انت ما عندكش صحاب؟ لا عندي صحاب بالهبل، هروح لهم. حاضر. يا يا يالله. الشاي يا بدوي. ايوه جاي، وعندك شيشه بلا لطيفه. التلات شالوا صايه. خد دي بقى بالشافه وادعي لي كده. الجنب ده باظ. صح. الجنب ده يا ابني انت من امبارح. بص دي اهي راحت فين؟ اهي وريني بقى هتسلكها ازاي؟ دي قفلت خالص. صح والله، تسلكها ازاي دي؟ بالظبط كده باش مهندس. انت عارف يا باش مهندس، الواد ده ملوش في لعب الدومة. ليه؟ لعب الدومة ده ليه لازم الناس المفتحة، انما ده مخه زنخ ما يعرفش يركز. ما تسحب من الارض يا صحيح، يعني دي عايزه لازم سحب من الارض، ده ضعيف، ده عايز حد يضمنه ببطاقه. ده انت بتتمسخر عليا؟
خد افتح لي المطوة خلينا نخش. واضح ان الباشا ابن نكتة. النملة مؤاخذة. انا اسمي عادل. عدول عاشت الأسامة عدولة. اخوك ضبة وده قفل لا مؤاخذة. اكيد الاخ بقى يبقى مفتاح. ده سريع البديعة والله عسل. صح معروفة انا مش محتاجة فتاكة يعني قفله ضبة ومفتاح يعني اهلا وسهلا اهلا وسهلا. والاخ قفل وضبة ومفتاح يعني انتوا بما ان الاسامي كده انتوا شغالين في الامن؟ افتح لي المطوى غدسه. ما قصصت ايه ده؟ دولة ايه يا دولة بقى تيجي نور من غير ما تقول لي يا دولة؟ معلش يا استاذ رمزي نسيت يا سيدي نسيت. السلام عليكم. الله يسلمك دولة. مش تعرفنا على اصحابك الجداد دولت؟ يا حياتي مالك يا عادل؟ مالك ممقوص كده ليه ومزعل نفسك قوي كده؟ انا زعلان؟ وانا في ايه زعلني يعني؟ ايه اللي يخليني ازعل يعني؟ ده شكل واحد زعلان؟ ده شكل واحد زعلان اطلاقا. انا برضو قلت كده بصراحه، ما فيش حاجه تزعل اساسا، بس انا حبيت بس ان انا اتاكد ان انت كويس يعني. انا كويس. وبعدين يا رانيا يعني ايه انزل من بيتنا يعني؟ يعني ايه؟ وبعدين اروح اقعد في مع رمزي؟ اقعد مع رمزي اقابل رمزي مرتين في اليوم، مره في البازار وبالليل في القهوه؟ حرام، ده يرضي مين؟ ده يرضي مين؟ بصي يا بيبي، انا عارفه ومتاكده ان انت بتحاول تطلع الغضب الكامن في نفسيتك. رانيا رانيا ايه 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 ده؟ ايه يعني ايه؟ ايه اللي حجمه كده مضايقني يعني؟ رانيا لو سمحت مش عايز افتئات. بص يا بيبي، اصل انا كنت متصوره طبعا يعني ان انت لما هتخرج وتتفسح وتقابل اصحابك هتستمتع وتنبسط كده يعني. هو انا يعني كنت عايز اعرف ايه ده يا بيبي؟ هو انت ما عندكش صحاب غير رمزي ولا ايه؟ رمزي ايه اللي صاحبي؟ رمزي ده ابن عمي وغصب عني يعني، انا مش قصدي ولا حاجه. انا عندي صحاب يا ماما، لو جم ان هو عزمتهم في البيت مش هيقدروا يقفوا حتى على رجل واحده. اخس عليك يا عادل، ليه يا حبيبي كده؟ انت جايب صحابك تعذبهم؟ لا يعني مش هيقدروا يقفوا على رجل واحده على اساس الشقه تبقى زحمه من كميه الاصحاب بتوعي. انا عندي صحاب كتير جدا. طب ما تعزمهم عندنا هنا. اعزمهم اهو تنبسط ولا تضايق نفسك ابدا يا عادل. اعزمهم. طبعا بقى زي ما انا فكرت فيكم وسبت لكم يوم الجمعه اللي فاتت ترفهوا فيه عن نفسكم، فمتهيالي يعني من حقي ان انا اخد يوم زي كده. مش هقول لكم طبعا انا رحت فين عشان ما سيرش عندكم الاحقاد والنفسنة. هتكون رحت فين يعني يا خايب؟ كبيرك اشتريت لك بنص جنيه ترمس ومشيت تقزقزه على كورنيش النيل. عموما انا هسيبك فاكره كده ومش هريحك يا سناء. يا بنتي ده راح يقابل رمزي. يا شيخ ايه ده رمزي ايه؟ لا 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 يعني انا قابلته يعني بالصدفه، لان انا كنت موجود في القهوه وبعدين لقيته طب عليا يعني. عموما المهم اليوم ده هيبقى يوم رجالي بس، فبطلب من كل واحده فيكم انها ما تخرجش بره للصاله خالص. طب بقولك ايه عادل، تحب اجيب لك ام حسنين عشان تشوف لكم الفنجان؟ فنجان ايه؟ معقوله يعني يا حماتي؟ بقولك قاعده رجالي فيها حاجات تانية خالص غير اللي انتوا بتعملوها يعني. ايوه يعني انتوا هتعملوا ايه في القعده دي؟ حاجات زي ايه يعني؟ حاجات يعني في افكار هنعملها وفيها كمان حاجات تانية خالص يعني هنعملها، وبس ما فيهاش بقى ايه يعني فنجان ولا الحاجات الحريمي دي يعني. هتعمل ايه يا خايب انت واصحابك الخايبين؟ هتلعبوا ايه يعني؟ هتلعب استيميشن ولا هتلعبوا تحطيب؟ ولو في واحد عدل وذكي هيلعب شطرنج. خلاص خلاص خلاص، احنا هنسمح لك انك تاخد اليوم ده يوم الاربع عشان انا عندي ميعاد مع اصدقائي بروح اخد بنت سلاي في النادي. لا اربع ايه؟ يوم الاثنين عشان انا عندي زياره عائليه. اربع ايه واثنين؟ انتوا هتنقوا لي؟ انا اصحابي من الصيعه يقدروا ياخدوا اجازه في اي وقت. انا اصحابي رجال اعمال وسياسيين، وفي منهم برضو بعض رجال الاعمال وفي منهم ناس تانية سياسيين يعني، فعشان كده اتفقت معاهم بالعافيه انهم يقدروا ياخدوا اجازه يوم الجمعه، فاليوم اللي انا هعمله ده هو يوم الجمعه. ياه صحابي بقى بتوع زمان يعني، بديع يعني، صبحي يعني، سامر، الناس الهايله بتوع زمان بقى.
وبديع وصبحي وسامر ده يعني عاملين ازاي يا بيبي؟ عاملين ازاي؟ لعلمك دول ناس ايه؟ ناس نظيفة نظيفة يعني مش اي كلام. اه طب ودول شكلهم ايه يعني؟ they looks like ايه يعني عادي؟ يعني دول يا ستي بقى شكلهم ايه؟ مثلا واحد زي بديع ده يعني عارفة شبه حسين فهمي؟ لا كان بيمشي في الكلية الناس بيفتكروا حسين فهمي وجاي يصور مثلا في الكلية وكان معلق نص بنات الجامعة. ايه فعلا؟ واضح. وعندك مثلا واحد زي مثلا صبحي ده بقى فظيع، ده راجل اعمال من الناس الجامده جدا، والعلم كان عايز يخطب سناء هي الغبيه اللي ما رضيتش وراحت اتجوزت محسن اللي طلقها ده. وعندك واحد زي سامر ده بقى يعني نضاره بقى وبتاع، وتحسي كان دايما ما بيغشش ولا بتاعه، وكان مثقف جدا ومتعلم جدا يعني لدرجه ان هو ممكن دلوقتي تلاقيه بقى عالم كبير جدا. اوعى او مات. الا صحيح يا دولا، انت امبارح يا عم في القهوه صاحبت الناس الكتير قوي دولت بسهوله كده ليه؟ خدت بالك يا رمزي؟ تعرف انا يعني ميزه عندي الحمد لله، يعني الواحد ما بيشكرش في نفسه، بس انا طول عمري اجتماعي بحب الناس، وعشان كده عارف ايام الجامعه ياه يا دولا. تخيل يا دولا انت عمرك ما يبان عليك العلام خالص. انا غلطان ان انا بتكلم مع جزمه زيك. انا اسف يا دولا، انا اسف، بهزر يا عم بقى، بهزر بقى. كمل يا دولا كمل. ايام الجامعه ده رمزي ياه، فكرتني بايام زمان. عارف كنت اشهر واحد في الجامعه، كان كل الناس بيجوا يصاحبوني، كان عندي اجنده كده اهو بتاع التليفونات مليانه نمر، ومش بكتب بس النمر والاسماء، لا بكتب اوصافهم عشان ما انساهمش كمان، يعني انا مخي مش دفتر. لدرجه انهم في الجامعه ما كانوش مثلا بينتخبوا اللي هو بتاع رئيس اتحاد الطلبه، لا كانوا على طول بالتزكيه يرشحوني، هو عادل سعيد هو رئيس اتحاد الطلبه فيرشحوني على طول يعني. الله يا دوله محبوب انت دوله. طب هي بقى النوته دي اللي بتاعت اصحابك؟ لا دي نوتة صغيرة بس نقيت منها أعز أصحابي، أنا كان عندي أصحاب كتير جدا، بس إيه مليين أجندة كبيرة جدا، فاختصرتها ولميتها في الأجندة الصغيرة دي. وسيبني بقى عشان عايز أعمل شوية تليفونات أعزم ناس عندي يوم الجمعة بإذن الله من أصحابي بقى. يلا دولا، طب وأصحابك بقى دول هم يعني كلهم أصحابات بزارات زيك كده؟ لا، في منهم رجال أعمال، في منهم سياسيين، في منهم فنانين، لعيبة كورة. لا ما تقولش لعيبة كرة. تعرف أبو تريكة؟ أبو تريكة ده يا ابني حبيبي، أبو تريكة وأخو تريكة وخال تريكة وعم تريكة كله حبايبي يا ابني. الله يا دولة، أنا بموت في أبو تريكة دول. دولة أنا بقى طبعا يعني من أصحابك وحبايبك دول هم، صح؟ الله يا رمزي، أنا كان بودي أعزمك بس للأسف ما لقيتلكش تليفون أكلمك أعزمك فيه يعني. أصيل يا دولة أصيل والله، وشهم وبتحاول تبلغني. طبعا بحاول ابلغك، عيب يا ابني انت ابن عمي، بس يعني هعمل ايه، انا مجبر على ان انت تبقى ابن عمي، انا مش بنيتي ولا بمزاجي ولا باي حاجه، وسيبني بقى دلوقتي عشان عايز اكلم صحابي. ماشي، دول هو انا يعني من اصحابك اللي بتحبهم قوي دول هم ولا ايه؟ من صحابي اللي مجبر عليهم عشان قريبي، لكن لو مش قريبي ما كنتش هتبقى اصحاب ولا حاجه، فخلاص سيبني اكلم صحابي بقى لو سمحت. ماشي. ايه اوبا، محمد بديع. محمد بديع ده يا ابني كان بياخد رأيي في أي حاجة قبل ما يعمل أي مشوار، أي حاجة على طول يكلمني، ياخد رأيي، يقول لي رأيك دولة أعمل كده ولا لأ، أقول له أتكل على الله. محمد بديع فظيع فظيع. سلم لي عليه دولة. أنت تعرفه؟ لا. يبقى خلاص ما تشتغل بصحابة. ألو، أكلم الأستاذ محمد بديع والله؟ ها؟ سافر؟ سافر إيه؟ سافر فين يعني؟ هاجر. ازاي ده ما قاليش يعني ان هو هاجر ولا مسافر ولا حاجه؟ ها، هاجر من 10 سنين؟ لا 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 خلاص، لا ده انا كنت صاحبه وبعدين ما بقيتش صاحبه يعني. طب شكرا شكرا شكرا، مع السلامه مع السلامه. ما بيقوليش على كل حاجه، ما بيقوليش. انت تكلم لي صفوة سعد يا معلم، عارف ده بقى؟ ده آخر الرجال المحترمين، ده كان صاحبي جدا، عارف الوحيد اللي ما كانش بيرضى يغش في الامتحانات خالص، وكنا نقعد نقول له يا ابني ليه ما بتغشش؟ يقول لك لا أحب الغش، لكن بعد كده بقينا احنا اللي بنغش منه وقت طول الوقت، بس كان ده فظيع فظيع. صفوة؟ آه. طيب، سلم لي عليها دولة. أنت تعرفه؟ لا. خلاص ما تكلمش خالص. ألو، صفوت، صباح الفل يا معلم. إيه؟ صفوت؟ هو صفوت فين؟ خد منك فلوس؟ ومش لاقيه، فين يا هربان؟
لا 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 حضرتك، احنا هنا جمعية البحث عن الهربانين. ايوة لو عايز اي حاجة بكلمنا. شكرا. دولها دخلنا الجمعية دي والنبي دولها بنفرين. ولا انا حاسس من ساعة ما انت قعدت جنبي وانت فقرني مش لاقي ولا صاحب. راحوا فين؟ راح اسكت بقى. صلاح هشام يا معلم. ايه ده صاحبك بردك؟ امال ايه، صلاح هشام ده عارف ده اخويا. ايه ده انت ليك اخ اسمه دول؟ انا اول مره اعرف. وابن عمي ابن عمي يعني انا عادل سعيد يبقى اخويا اسمه صلاح هشام زي اخويا يعني زي اخويا. دول سلم لي عليه. انت تعرفه؟ لا اسكت خالص. الو ابو صلاح، صباح الفل يا معلم. الو طيب مشغول قوي، اصل هو راجل اعمال ناجح جدا، ده محتكر السوق كله يا ابني. انه سوق دوله ده؟ انا عارف. اصبر. الو ايوه ها انا عادل سعيد. الو وانا رمزي. انت وراك حاجه يوم الجمعه الجايه؟ اعمل ايه والله ما عارف يا رمز اعمل ايه. طب بص بقى دولة بقى ابو الرماميز وافكاره، انت تروح تعزم صحابك اللي هناك دول، هم مش انت بتقول عليهم ان هم اصحابي جامد قوي؟ هم اصحابي زي ما انت شفت، يعني بستقبلهم ازاي، بيتكلموا معايا ازاي، لكن برضو يعني مش معقوله معرفه بقالها وقت قليل، مش بقالها كتير، ما اقدرش ادخلهم بيتي كده على طول. يعني بقول لكم يا رجاله، في النهارده واحد مخبر جه سأل عليكم وعمال يطقص كده من شويه يعني، والمعلم عرف بالموضوع وبيقول لي ايه زحلقهم من القهوه عشان ما يعملوش اي قلق في القهوه يعني. جرادت انت قلت الذوق بتاعتك دي، انت والمعلم بتاعك ده. ياه امسك اعصابك، بتقول ايه؟ اسمع ياه، ما تخلينيش اغزلك انت والمعلم بتاعك واضيع فيكوا سهل الشباب في اللومات. وادي خلينا اغزل. طيب غد ادفعي لابنا حتى حالة طبك انت يا عم البكواجي، ركب لك جلده بقى يا دول. اسمع كلامي زي ما انا بقولك كده، العنوان بيبان من جوابه يا دول. بص الناس دولت انا ليا نظرة فيهم، الناس دولت محترمين وخدها مني. والله هو من ناحية محترمين فيمكن اول مرة تقول حاجة صح، فعلا محترمين يعني، ده بلا ادنى شك. كمان هتقول ادنى شك؟ كنت ايش عرف؟ بس كفاية خلاص، قلت محترمين خلاص. منورينا يا رجال. عدول انا فاكرك. افتح لي المطوه خلينا غزله. صاحبنا يا الله يخليكم. فتح اتفضلوا بكم ومطرحكم. والله يعني انت حضرتك رايك ان انا اغير الكالون بتاع الباب؟ تغير الكالون ده فتح من اول مفتاح على طول. لازم تغير الكالون. وبعدين ابو اخسه غلط، انت كده تتشقت العيال ولادي الحرام اللي مالهمش في الصنعة ممكن يقسطوك وياخدوا السبوبة. افتح لي المطوة خلينا غزوا. والله يعني مش عارف اقول لكم ايه، اتفضلوا يا جماعة انا مش عارف، متشكر جدا على النصيحة الغالية دي، فعلا اصحاب يعني. الله يا دولة، الله شايف يا دولة الناس اللي قلبهم عليك، ده انت تاخدهم من ايدهم كده هون وتوريهم باب المحل بالمرة. والله سلام. مزه واكل، واضح ان انت صاحب مزاج قوي دول. لا ده انا بتاع المزاج كله بقى معلامه، وادي الاكل وادي الحاجه الساقعه. ايه ده نسيوا يجيبوا الفتاحه بتاعه الحاجه الساقعه، بص بقى هروح اجيب لها لكم. ثانيه اثبت محلك، ما تخلينيش ما تخلينيش غلطتك، افتح لي المطبخ وخلينا غلط. هتعمل ايه؟ اهو ما شاء الله حضرتك يا مصبره اسلب يا سلام. ادى انتوا مربيين بسه بتبسبس هنا ولا ايه؟ لا لو سمحت دي المدام بعد اذنك ما تغلطش. ها عايزه ايه؟ انا قاعد مع اصدقاء الطفوله، ما صدقت اقعد مع اصحابي. عايزه ايه؟ بقول لك ايه هو اني فيهم الراجل المحترم ده اللي هو كان متقدم لسناء؟ اني فيهم؟ ها استنى انا هروح اقول لسناء انه هنا. لا 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 تقولي لها ايه؟ لا ده هو اصله خلاص اتجوز، انت عارفه دلوقتي البني ادمين المحترمين بقوا عمله نادره في البلد.
طب شاور لي عليه عادل، اني واحد فيهم كده الطيب ده اللي هو اللي على الشمال خالص اللي عمال بيضرب في الفرخه ده شايفه؟ اللي هو لابس المنديل بتاع الخدامين ده. يلا بقى خش بقى خش بقى عايز اروح له. طب اني واحد فيهم بقى اللي كان مقطع السمكه وديلها؟ اهو بصي اللي مقطع ازازه الحاجه الساقعه ده هو ده اللي كان مقطع السمكه، بس يظهر السمكه ازيت ولا حاجه ف عادل هو انت اصلا تعرف حسين فهمي شفته قبل كده يعني؟ بقى بزميتك دول مقطع السمكه وديلها ده معفن. لا يا ماما لا ده كان شبه حسين فهمي بس هو شويه حوادث حصلت له يعني. اللي خش بقى عايز اروح لاصحابي بقى يعني. اكيد طبعا بقى الواد ده اللي قاعد عمال يحف هناك ده اللي قاعد جنب رمزي هو ده العلامه اللي كان بيطلع على طول الاول اللي هو اسمه سامر باين. هو برافو عليك شفتي بيبان على طول من نظارته من طريقه اكله هو بغباوته بسحنته يعني. يلا خش بقى خش بقى يلا بقى يا رانيا. الله انا مش كنت سايبك مع اصحابك. منورينا يا رجاله والله. خليك معايا. اهلا وسهلا، انا قلت اجي اسلم على اصحاب عادل ابني. اهلا ازيك يا حجه. اهلا وسهلا يا ابني. حجه خدي افتحي لي المطوه دي نوب الثواب. مطوه ايه يا ابني؟ حجه ما تخافيش يا ماما يعني هم بس بيجربوا كلمه حجه عمرهم ما سمعوها قبل كده يعني. ف قفل وضبه ومفتاح، اكبر عصابه شقق في المنطقه ولا وقعتوا؟ احنا شفنا الراجل ده فين قبل كده؟ ايه ده معرفه؟ خد لي مؤخره افتح لي خليها مقفول. حضرتك قفل وضبه ومفتاح دول عصابه كبيره؟ لا قفل وضبه ومفتاح ورمزي ده رئيس العصابه حضرتك. دور. اتفضلوا اتفضلوا. استنى الورك ده. يلا يا حبيبي يلا اشوفك انذر تايم مع الدوم. مع السلامه مع الف سلامه. انا اروح معاهم بقى. روح انت اتكل على الله.